يي هاد انت؟ شو جابك لهون؟ إلك هاد مين بدي يكون؟ لا 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 انا اكيد عم بتخيل، لسه من شهرين حضرنا جنازتك، شو عم بيصير؟ لا لا ما عم تتخيلي. لكن شو هاد؟ هي انا عم شوبك، انا النسخة الرقمية من رامي. والله مثلي مثلكن، ماني مصدقة يلي عم يصير قدامي، بس يلي ما حسبنا له حساب صار حقيقة، بس ما صار معي الحمد لله، صار مع جوشوا باربو يلي تحدث مع خطيبته الميتة جيسيكا، أو بالأحرى مع النسخة الرقمية منها، بتقنية اسمها ديدبوت، من تطوير شركة اسمها بروجكت ديسمبر. صار الواحد بيقدر إنه ينشئ علاقة عاطفية مع الميتين عبر الدردشة مع روبوت يحاكي الشخصية. بروجكت ديسمبر وجهوا كلامهم لجمهورهم وقالوا You're looking for something rarely found in today's computing marketplace. Personality. جمهورهم يلي عم يدوروا على شيء نادر تلاقيه بعالم البرمجة، شخصية وحضور. ولقبوا حالهم بأكثر كمبيوتر خارق بالعالم. بعتقد إنه هذا المشهد مو جديد عليكم، وشفتوه قبل هيك بحلقة Be Right Back يلي انعرضت بمسلسل Black Mirror. إذا ما شفتوا الحلقة أنا رح أخصكم إياها. الحلقة عرضت حياة طبيعية بين مرة وزوجها يلي كان مدمن على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. فجأة الزوج بيتوحد حاله، والزوجة بتسمع عن تقنية جديدة تخليها تتواصل مع زوجها المتوفي، والتقنية شبيهة بتقنية الشات بوت الموجودة على بروجكت ديسمبر. إدمان على الحديث معه بيدفعها أن تشتري روبوت شكله طبق الأصل عن زوجها ليعيش معها بالبيت، لحد ما تبلش المرأة شوي شوي تحس باختلافات ما بين الروبوت وزوجها الحقيقي. There's no history to you. You're just a performance of stuff that he performed without thinking, and it's not enough. Come on, I aim to please. Aim to jump, just do it. بتكتشف بالآخر إنه هذا الروبوت مو كافي إنه يعوضها عن زوجها، لأنه حتى بمثاليته هو نسخة، ولكن مو زوجها الحقيقي. Okay. If you're absolutely sure. See, Ash would have been scared. He wouldn't have just leapt off. He would have been crying. He would have been. طيب. بعد اللي حكينا في آراء بتشوف إنه صناعة روبوتات تحاكي الأشخاص الميتين ممكن تخفف الحزن على الأشخاص العايشين، بس في آراء بتشوف إنه هذا الشيء خطير جدا، ممكن يسبب التعلق بشخصيات مو حقيقية، بالإضافة لآراء بتشوف إنه هذا الشيء غير أخلاقي لا دينيا ولا مجتمعيا. حصول باربو على موافقة جيسيكا وهي لسه عايشة إنه ينشئ روبوت يحاكيها بعد موتها هو مو كافي، لأنه بالأخير حتى لو الميت فارق الحياة هو مو مجرد شيء فينا نتصرف فيه ونبرمجه على كيفنا. وانتو مع او ضد تقنية الدردشة مع الموتى؟